وخلونا ننتقل إلى حاجة تانية وأظنها جيدة، بس هنفهم أو جيدة جدا. مصر بتستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لسه أنا وزملائي الأعزاء كنا بنتكلم على مسألة حجم الدور اللي بتلعبه مصر أو الحكومة المصرية أو بالأدق الأجهزة الرقابية المصرية في مواجهة الفساد، وإنه ده رفع من معدل الموثوقية من المواطن مش بس أمام الأجهزة الرقابية، لا هو واثق في أجهزته الرقابية، بس أن أنا أشتكي، احنا كنا لسه بنتكلم في ده، أن أنا أبقى واثق بأن شكوتي هتوصل وهيتم التحقيق فيها وأنه هنوصل دايما لحل. طيب المؤتمر ده انعكس يعكس إيه؟ أهميته بالنسبة لنا إيه؟ خلونا نرحب معنا على التليفون دكتور غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا دكتور، منورانا كما جرت العادة. أهمية انعقاد هذا المؤتمر بالنسبة لنا في مصر إيه، وانعكاسات ده بشكل أممي أو دولي إيه؟ أولا ألف مبروك تأهل مصر للبطولة، ويعني نتيجة الماتش مع الأردن، فألف مبروك ومساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. على مشاهديك. هذا المؤتمر هو مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد. هذه الاتفاقية الدولية موقع عليها 189 دولة. يعني معظم دول العالم إن لم يكن كل دول العالم وقعت على هذه الاتفاقية الملزمة قانونا لهذه الدول. كل سنتين أحد دول العالم بتستضيف هذا المؤتمر لتضع فيه خارطة الطريق للسنتين التاليتين. فمن سنتين المؤتمر أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن سنتين مصر قالت هنستضيف هذا المؤتمر واشتغلت على استضافته، والشريك اللي بيستضيف بيمثل الحكومة المصرية وهيئة الرقابة الإدارية. حلو قوي. شغل مكثف من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الخارجية المصرية لاستضافة هذا المؤتمر. هذا العام بيشارك 144 دولة في المؤتمر. هذا العام 2170 ممثل هيشاركوا، وده أعلى حضور في تاريخ هذا المؤتمر، سواء بالحضور أو افتراضي. طبعا إحنا نظرا لظروف الجائحة بنعقد المؤتمر بالحضور الشخصي، وأيضا بنتيحه بالحضور الافتراضي، فعندنا نصف هذا العدد تقريبا هيحضروا بشخصهم، ونصف الآخر هيبقى افتراضي. عندنا 5 رؤساء دول لأول مرة هيلقوا كلمات، هيلقوها أونلاين، لكن عندنا 50 وزير، 30 جايين بشخصهم و20 أونلاين، وعندنا أكثر من 30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم. أيضا لأول مرة بيشارك عدد ضخم جدا من منظمات المجتمع المدني، 268 جمعية عندها صفة الاستشارية، الوضع الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وأيضا 257 جمعية أهلية عادية. ففي مشاركة من المجتمع المدني، في مشاركة من الثينك تانكس أو المؤسسات الفكر والبحث، أكثر من 47 مركز، في أيضا منظمات الأمم المتحدة، زي ما قلت لحضرتك مندوبين 144 دولة.